أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله
وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. فَأَصَابَهُمْ سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء
فاسألوا
البينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله أفغير الله تتقون وما عما كنتم
وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله.